اليوم يا أصدقائي سأخبركم بقصة عن القط توم وصديقه الفأر جيري. كان القط توم يشعر بالجوع الشديد، فأراد الذهاب إلى المطبخ لتناول وجبة طعامه اللذيذة، لكنه لم يجد شيئا يأكله، فبدأ يتجول في المنزل بحثا عن الطعام. وجد في النهاية بعض الطعام المتروك في الزاوية. لم يعرف توم أنه فاسد. أصبح توم بعد تناول الطعام المتعفن يشعر بالغثيان والتقيؤ. لم يكن يعرف توم أنه قد تسبب بأمراض خطيرة لجسمه. أصيب توم بحمى شديدة وفقدان للشهية، ووجد نفسه في حالة سيئة جدا. كان يعاني من آلام في بطنه وقيء متكرر، وأدرك أنه قد أخطأ بشدة. انهمك توم في البحث عن دواء يساعده على التعافي، وبعد بحث دام لنحو يومين وجد توم صديقه الفأر جيري الذي كان يسكن في الجدار المجاور للمنزل. عندما علم جيري ما حدث لتوم لم يتردد في مساعدته. قاده إلى طبيب الحيوانات الأليفة الذي فحصه ووجده في حالة سيئة، لابد من علاجه بشكل فوري. أعطى الطبيب توم بعض الأدوية ونصحه بالراحة التامة، وحضنه جيري بلطف ليتعافى توم بعد أن قام توم بتناول الأدوية التي أعطاه إياها الطبيب. شعر بالتحسن تدريجيا، ومع مرور الوقت والراحة التي تلقاها شعر بأنه بدأ يتعافى. في اليوم التالي قرر توم الخروج للتنزه والتحرك قليلا للحفاظ على لياقته البدنية. وبينما كان يتجول لاحظ أن جيري كان يراقبه من بعيد. فهم توم أن جيري كان يشعر بالقلق تجاهه ويرغب في التأكد من أنه يتعافى بشكل جيد. توجه توم بحذر نحو جيري وسأله: هل كنت تراقبني؟ أجاب جيري بابتسامة: نعم كنت قلقا عليك، كيف حالك اليوم؟ رد توم بابتسامة: أشعر بأنني أتحسن تدريجيا، شكرا على سؤالك، هل تريد أن تنضم إلي في جولتي؟ جيري ابتسم بسعادة وأجاب: بالتأكيد سأكون سعيدا بذلك. توجه الثنائي إلى الهواء الطلق وبدأوا في التجول في الغابة الخضراء. عندما وصلوا إلى نهر قريب اقترح جيري السباحة. وافق توم وانزلق الاثنان في المياه الباردة والدافئة في نفس الوقت. عندما خرج الثنائي من الماء كانوا يضحكون ويشعرون بالراحة والاسترخاء، لكن جيري لاحظ شيئا غريبا في عيني توم. كانت عيناه تشع من الداخل بلون غير طبيعي، وكانت تبدو متحمسة بشكل غريب. ما الذي يحدث؟ سأل جيري بقلق. توم بدأ في التغيير، كانت عضلاته تتقلص وجسده يتحرك بشكل غريب. بدأ في إصدار أصوات غير مفهومة، وعيناه كانت تبدو كأنهم يشبهون الحيوانات المفترسة. صدم جيري ولكنه لم يتراجع. عوضا عن ذلك اقترب من توم ببطء وهدأه بلطف، وضع يده على كتفه وأخذ يتحدث إليه بلغة تهدئته. وبعد بضع دقائق عاد توم إلى وعيه وأصبح على علم بما حدث. توم شعر بالارتياح عندما أدرك أنه لم يفقد السيطرة على نفسه تماما، ولكن كان يشعر بالحرج عندما نظر إلى جيري الذي كان ينظر إليه بتعاطف. آسف جيري، لم أعرف ماذا حدث لي، قال توم بصوت منخفض. لا عليك، أنا هنا لأن أهتم بك، أجاب جيري بلطف. وبعد ذلك قرر الثنائي الاستمتاع بالطبيعة.